وفجأة نجد نفسنا على الطريق لا نملك شيء. بدأت أفكر بكيف أحول نظرتي إلى النقمة لتصبح نعمة. وأنا عندما أحاضر في الطلبة في الجامعات في الوطن العربي دائما وأحب ذلك أتكلم عن نعمة المعاناة. في هذه الفترة كنت أشعر بألم اللجوء إني طردت من بلدي، فشو بدي أعمل؟ اللاجئ الفلسطيني وجد نفسه بدون شيء، وجد نفسه مسؤولا عن عائلة. وجدت أن أفضل أسلوب للانتقام هو أن أتفوق على عدوي، وأردت أن أخلق مؤسسة تقول للعالم أن هذا الشعب يستحق الحياة. فأنا كنت نظرتي كلها إلى كل ما يراه بعض الناس من أنه معاناة، أنا كان دائما عندي نعمة. الناس بيفتكروا المعاناة ظلم، أنا بشكر ربي إني عانيت. نعمة المعاناة بدأت معي من عمري 10 سنين. أنا محتفظ الآن بشنطة ملابس كلها رسائل، ما زلت محتفظ فيها، كلها رسائل جاءتني برفض توظيفي. والله لم يكن عندي سنة 72 مكتب، ما كانش عندي مكتب، كنا ندير عملنا من السيارة. كل من اخترع وأبدع في الدنيا أبدع لأنه لم يجد أحد يدعمه. أنا اشتغلت في أثناء الدراسة كل ما يخطر لك، اشتغلت أبيع آيس كريم على ظهري. أنت يجب أن تقول الله أعطاني نعمة المعاناة، أعطاني فرصة أن أعاني لكي أبدع، لكي أتفوق، لكي أنتصر. والنعمة الانتصار في المعاناة طعمها كتير أحلى من الانتصار في راحة ورفاهية. ليس هنالك مهنة إلا ما تخترع أنت، اخترع أنت شو بدك تكون. لنقول للعالم إنه مش نحن نستطيع أن نكون مثلكم، إنه إحنا نستطيع أن نكون متفوقين في مجال أنتم مش فيه. ما في واحد منكم لا يستطيع أن يصبح أحسن من طلال أبو غزال، كل واحد فيكم، بس بدي يقرر، بدي أخذ هذا القرار. أقول يا أبنائي افخروا واشكروا ربكم على المعاناة، إننا نعيش نعمة المعاناة.